السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في مطبخ جميلة. اليوم إن شاء الله سنحضر مع بعض بريوش أو جروس أو قراشل كما يسميه البعض. سنحتاج لهذه الوصفة 400 غرام دقيق أبيض، 3 ملاعق كبيرة سكر خشن أو سنيدة، الكمية تبقى حسب الذوق، ملعقتين كبيرتين حليب بودرة، ملعقة صغيرة بيكنج باودر أو خميرة الحلويات، ملعقتين كبيرتين زيت نباتية، ملعقة كبيرة خميرة الخبز حبيبات، حبة بيض كاملة، 60 غراما زبدة طرية أي بحرارة الغرفة، القليل من الملح، ملعقة كبيرة ينسون أو نافع، ملعقتين كبيرتين سمسم أو جنجلان. بالنسبة للنافع وجنجلان سنقوم بتحميصهما لثواني فقط، الغرض من ذلك استخراج النكهة فقط. إذن فلننتقل للطريقة بإذن الله. إذن في البداية غادي ناخدو الخميرة ديالنا، غنعملو فيها القليل من السكر الخشن اللي عندنا والقليل من الماء الدافئ، نخلطوهم كيف ما كنعملو دائما ونخليو هذا المزيج حتى يتفاعل بالضعف الحجم ديالو. إذن أنا غنخليه جانبا. غادي نعمل الملح نافع، سنجلان، السكر اللي عندي، الحليب بودرة، خميرة الحلويات، إذن غادي نخلط هادشي كله. ونزيد جوج معالق كبار أو ملعقتين كبيرتين زيت نباتية. البيضة اللي عندي نحاول ندخل هذا الشيء في الدقيق. اذا كيف كتلاحظوا فالعناصر امتزجت مزيان مع هذا الدقيق. في هذا الاثناء الخميرة ديالنا تضاعف الحجم ديالها، غادي نزيدها وغادي نحاول نجمع بالماء دافي. فجمع لنا العجين، فانا غادي ندلكو دابا، خاصنا ندلكوه واحد شويه قبل ما نضيفو له الزبده. فانا غادي نزيد دابا الزبده وفي نفس الوقت ندلكها ونحاول ندخل الزبده في العجين. فهي بالروبو او بالعجانه غادي تجي اسهل، ولكن الاخوات طلبوا قراش البلديين فانا فضلت نعملهم غير بايدي. اذا كيف كتلاحظوا فالزبده طريه بحراره الغرفه، غنحاول نعجن وندخل الزبده في العجين. انا بعد ما دلكتها مزيان عملتها في هذا البول، غبرت البول بشويه ديال الدقيق، بغيت نغبرها هي بشويه ديال الدقيق، نغطيها بفيلم اليمونتير ونخليها حتى يتضاعف الحجم ديالها في مكان دافي ونتلاقاو باذن الله. كيف شفتوا العجين ديالنا تضاعف الحجم ديالو ولا بهذا الشكل، غادي نحاول نزولو من هذا البول. غادي نشكلوه ونعملوه في ليمون اولا في صينيه الفرن عاديه، فانا كنفضل نعملوه في هذا الليمون، هكذا كيكون الشكل ديالو متناسق ومتساوي، وحتى ملي تيخمروا وتيطيبوا فما كيلصقوش مع بعضياتهم.
مهم جدا اللفه اللي تعلمنا من الامهات ديالنا او الجدات ديالنا، فاننا نلفوا العجين بهذه الطريقه. كنحاولوا نصنعوا هاد الحفره الوسط، فهي مهمه كتخليه ملي كيخمر كتخليه يتنفخ مزيان، وحتى ملي كيدخل الفرن فهي كتخليه يتنفخ مزيان. انا دهنت ليمون ديالي بالزبده، غبرتهم بالدقيق، غادي نحط فيهم هاد البريوش ديالي، نكمل الكميه كامله. اذا هادو هما الشكيلات اللي حصلنا عليهم. انا غادي ندهنهم انا عامله هنايا بيضه كامله، ممكن تزيدوا لها شويه ديال الماء اولا شويه ديال الحليب اولا قطرات من الخل، انا عامله معها قطرات من الخل. غندهن هاد البريوش وغنخليه يخمر حتى يتضاعف الحجم ديالو، نعاود ندهنو نزينو بالزنجلان، وتزين كيبقى حسب الرغبه. فبالنسبه للوليدات اللي ما كيحبدوش فكره زنجلان والنافع، ممكن السيده ما تعملهمش وتنسم هاد البريوش اما بقشور الحامض او لقشور البرتقال او بالفاني. ممكن قبل ما تعملهم هكذا كويرات تحشيهم بشوكولا، يعني شوكولا صلبه او نوتيلا او البراليني، يعني حسب الرغبه. ممكن تحشيهم باي كريمه كتفضل السيده. اذا انا غادي نعملهم يخمروا حتى يضاعف الحجم ديالهم ونتلاقاو بعد قليل. هاد ربعة الحبات انا غادي نعملهم في صينيه الفرن عادي، ولكن ما غنخليهمش هكذا، يعني غنبسطهم شويه بيدي، غير شويه ماشي بزاف، لان كاين اللي كيفضل هاد الطريقه ما كيبغيهمش يجيو منفوخين بزاف. غادي ندهنهم بالبيض وغنخليهم حتى هما حتى يضاعف الحجم ديالهم ونتلاقاو باذن الله. كيف لاحظتوا ضاعف الحجم ديالهم، غنعاود ندهنهم بالبيض ونزينهم بالزنجلان وندخلهم للفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية. هذا الشكل النهائي ديال القروس بعد ما خرجتهم من الفرن، كيجي الشكل ديالهم هكذا، فهما كيجيو هشاشين بزاف كيف لاحظتوا، فكيجيو رطبين بحال القطن كيف كتلاحظوا، وكيجي الشكل ديالهم زوين هكذا. فهذا الشكل اللي انا عملت في ليمون. وهذا الشكل الثاني اللي عملت عادي، يعني في صينيه الفرن عادي، حتى هو غادي نحطو في اناء التقديم. فكيف كتلاحظوا فكيجيو رطبين بزاف كيف القطن. الا تبعتوا نفس المراحل غينجحوا معكم، كيجيو غزالين ورطبين وهشاش وكيبقاو رطبين، يعني ما كينشفوش كيبقاو رطبين. فالزبده اللي كنعملوا في الاخر راها مهمه. هذه طريقه من الطرق اللي كنحضر بها القروس. نتمنى تكون عجبتكم وصفه اليوم، ونتمنى الاخوات اللي طلبوها مني يستافدوا منها. الى عجبتكم وصفه اليوم عملوا جيم الفيديو، بارطاجيوه مع الاصدقاء، تابوناو في القناه باش يوصلكم دائما الجديد. ما تنساوش تزوروني على الموقع سيت ويب جميله terriblesismagazine.net وعلى صفحة الفيسبوك للتواصل. قبل ما نودعكم غادي نحاول نقسم وحدة من الوسط باش تشوفوها. فكيف كتشوفوا فهو كيجي هشيش بزاف، هذا الشكل ديالو رطب بزاف كيف كتشوفوا. ان شاء الله نتلاقاو في الوصفة القادمة باذن الله.